أكيد رح نحكي بالتفصيل أكثر مع ضيفتنا الأستاذة رنا ديب، ولكن رشا، مسألة إنهاء عقد الإيجار بين المالك والمستأجر هي أكثر مسألة يمكن بيصير فيها أخذ ورد، والقانون السوري واضح بهذا الموضوع بغض النظر عن الالتفافات اللي ممكن المالك والمستأجر يكونوا سبب فيها، لأنه اليوم العقد هو شريعة المتعاقدين. أنا لما بقبل على شيء فأنا بدي أتحمل أيضا مسؤولية قبولي لأي شرط من الشروط الموجودة. اليوم رح نحكي بالتفصيل قانونيا مع ضيفتنا أستاذة رنا. يسعد صباحك. صباح الخير سلمى. الله يسعد صباحك. صباح الخير لك. أهلا وسهلا. أهلين فيكي وصباح الخير لكل الأخوة المشاهدين. أهلا وسهلا. اليوم عم نحكي عن موضوع الإيجار إن كان بالمحلات أو بالبيت. خلينا أول شيء هيك نوضح شو يعني إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. بس حتى نحكي بالفكرة العامة أول شيء مشان الأخوة المشاهدين يميزوا، نحن في عنا هلأ مثل ما أنت تفضلتي في عنا شيء العقارات السكنية وفي عنا العقارات اللي هي مشغول أعمال تجارية اللي هن المحلات التجارية المتجر، نحن بنقولها بالقانون اللي هو يعني عنصر من عناصر المحل التجاري. بالقوانين الجديدة بالقانون الجديد اللي طلع من زمان، نحن بنعرف صرنا من فترة طويلة إنه هلأ لما حدا اليوم بده يأجر بيت مثلاً فهو بيروح بأجره بعقد محدد المدة ببدل إيجار محدد، فهون خففنا كثير من الإشكاليات اللي ممكن تواجه سواء المؤجر أو المستأجر. فأنا اليوم بأجرك لمدة سنة، بتدفع لي هذا بدل هي الإجراء، بتشغل العقار بعد سنة بتطلع أو أنا برجع بعمل لك عقد جديد وبتكمل سنة ثانية أو سنة ثالثة مثل ما أنا بدي تحت سقف القاعدة القانونية اللي بتقول العقد شريعة المتعاقدين. كل هذا الحكي مو هي مشكلة، مشكلتنا اللي عم يصير فيها شوية يعني أسئلة وشوية استفسارات من الأخوة المواطنين، إنه لما بيكون خلينا نحكي أول شيء، لا خلينا نحكي عن السكن. لما بيكون العقار السكني العقار المنزل يعني تحت سقف قانون القديم اللي كان هو يمكن ب 52 بعدين ب 2001 و 2006 كان في إشكاليات يعني بالنسبة للعقار السكنية اللي كان نحن بنسميها بالقانون تمدد حكما، يعني أنت ما بينتهي العقد وخلص بيطلع المستأجر، لا بيضل قاعد بالبيت وبتتمدد حكما. فصاروا يحسوا بعدين إنه صار في شوية غبن بحق الشخص اللي مالك لهذا البيت. صحيح. فأنا شخص بملك البيت بس أنا ما بقدر طلع المستأجر لأنه بس يخلص عقده أنا بيتمدد حكما. إجا القانون 2015 اللي صدر بال 2015 وجد حل نوعا ما، خطوة اكتسب فيها ود المالك خلينا نقول لحتى يحاول نوعا ما يحل الإشكالية. قال إنه المالك ممكن هو يسترجع عقاره خلينا نقول بالمعنى مثل ما بيقولون إنه قعد هو وخلص ما عاد يطلع، فبيسترجع عقاره مقابل يعني إنهاء العلاقة الإيجارية. مثل ما سألتيني سلمى، هو الحق لمالك البيت لمالك المنزل لمالك هذا العقار بإنه يسترجع منزله، يأخذ منزله مقابل تعويض مادي بيدفعه للمستأجر. فهذا هو لأنه هو مالك العقار وهو مؤجر السكن. هي الأجار القديم، لا يعني اليوم اذا بده يقرر، طبعا العقار خاضع للاجار القديم. اجى اليوم المالك بده هذا البيت، فهو بيدفع تعويض للمستاجر لقاء انه يخلي هذا البيت. هذا هون التعويض الفكره يعني انه هو ليش اليوم مضطر يدفع هذا المبلغ، يعني انا قاعد بالبيت وباجار قديم وسنوات كثيره، فبالنهايه البيت لا يعني بده يرجع للمالك. يعني انت تحكي من منطلق، انا يعني بحترم وجهه نظرك اكيد، بس نحن في عنا شيء بالقانون اسمه مراكز قانونيه للاشخاص. يعني انا اليوم شخص مستقر في السكن من 50 سنه من 60 سنه، ما بقدر اليوم اصدر قانون تطلع تصفى انت بالشارع لانه هذا مو حقك. بالمبدا العام انت معك حق، بس نحن بكون عندنا نحن قوانين ماشيه لمده طويله. صحيح. من الزمن بدي اجي اليوم انا بدي اعدلها بما يحفظ التوازن العقدي بين المؤجر والمستاجر. كنتوا يعني انت كنت صادر قانون مثلا كان في قوانين انه انت بحق لك تبقى بالبيت وممدد حكما، ما فيني اليوم اجي ارميك بالشارع. انا لما بدي اصدر قانون وبنفس الوقت انا بدي المالك يكون نوعا ما في عدل، طبعا يعني لو كان القانون القديم فيه اخطاء بس لما بدي اعدله انا بدي اعدله بما يحافظ على التوازن على الحق الجميع العقدي، يعني توازن حتى اكثر من يعني توازن انه ما حدا يوقع بمشكله ما الى حل. فشوي لقوا حل، يعني كان جريء حتى قانون 2015 انه المالك بيقدر ينهي العلاقه الايجاريه بينه وبين المستاجر مقابل تعويض مادي داره 40% من قيمه العقار. فهذا الحل اللي وجدوا القانون أكيد. 2015. طيب استاذه رنا، بما انه نحن عم نحكي عن هذا الموضوع ايضا بعض التساؤلات تطرح اليوم. اذا كان المالك توفي وهو كان مأجر البيت لعائله او لشخص، كيف عمليه اخلاء او انهاء العلاقه الايجاريه؟
هلا بالبدايه قبل ليفترض انه في مالك، ونحن عندنا عنصرين اساسيين، شخصين اساسيين اللي هن مالك العقار ومستاجر العقار، المؤجر والمستاجر. لما بده تنتهي العلاقه الايجاريه بده يكون في عندنا هدول الطرفين، يعني بده يكون في عندنا عقد يتحقق من صحه العقد انه هذا الشخص بالفعل هو مالك لهذا العقار، من صحه الملكيه عفوا، مو العقد، العقد بينه وبين المستاجر، اما من بيكون ورقه طابو او بيكون مثلا عقد مكتسب الحكم مكتسب الدرجه القطعيه بملكيه هذا العقار لفلان من الناس. هي الوثيقه الاولى اللي بتتطلب لما بدنا نجي ننهي علاقه ايجاريه. بحال كان المالك مثل ما سالتي متوفى، انا هون لا بيكون في عندي ورثه، فالورثه بيحلوا مكان هذا المالك، يعني بيتطلب بالاضافه لورقه الملكيه بيتطلب ورقه ثانيه اللي هي حصر الارث، اللي هو بيثبت انه هدول الاشخاص هن ورثه هذا المالك، وبالتالي بحق لهم هن يطالبوا بانهاء العلاقه الايجاريه بينهم وبين المستأجر. اليوم ما اي شخص حابب انه يرفع دعوى مشان انهاء الايجار والعلاقه الايجاريه، في شروط وفي اساسيات بالدعوى، خلينا نحكي عن هدول الشروط. نعم، اول شغله بدي اقولها انه بالقانون 2015 واخر قانون له علاقه بالايجارات، الشخص اللي بحق له ينهي العلاقه الايجاريه هو المؤجر فقط، هو مالك، المستاجر لا يحق له انهاء العلاقه الايجاريه. عم نحكي نحن عن البيوت، برجع بقول عن السكن، الموضوع التجاري شق ثاني بنحكي عنه لحاله. فاولا الشخص اللي بحق له ينهي العلاقه الايجاريه هو مالك العقار. ثاني شيء بحق له ينهيها مقابل تعويض مادي بحطه بصندوق التنفيذ، دائره التنفيذ، هو 40% من قيمه هذا العقار بعد ما يكتسب حكم بمكتسب الدرجه القطعيه بانهاء العلاقه الايجاريه، بده يحط هذا المبلغ هون معه 3 شهور. بحال حط المبلغ او ما اودع المبلغ خلال مده 3 شهور من اكتساب الحكم درجه قطعيه، ما عاد يحق له يخلي هذا العقار، وما عاد يحق له يرفع دعوى بانهاء العلاقه الايجاريه لبعد 3 سنين من صدور الحكم الاول اللي هو ما نفذه، ما يعني ما قام بما يجب عليه فعله. اما بالنسبه للمستاجر، هلا هو اخذ الزمام المبادره وانهى العلاقه الايجاريه، معه المستاجر مده حددها القانون بشهر لحتى يخلي طبعا شهر من تاريخ ايداع المالك هذا المبلغ اللي هو التعويض، اللي هو 40% من قيمة العقار، بحق له بقى بخلال هذا الشهر، بياخذ شهر لحتى يخلي هذا العقار. نعم. هي أهم النقط لحتى ترفع دعوى إقامة إنهاء علاقة إيجارية بين المالك والمستأجر. طيب أستاذة رنا، كمان نسمع مصطلح أنه هذا المكان المملوك هو على الشيوع. نعم. ما معنى المكان على الشيوع، وكيف يتم إنهاء العلاقة الإيجارية إذا كان المكان اللي نحن عم نتحدث عنه هو على الشيوع؟ أول شيء شو يعني أنه أنا العقار اللي بدي إنهي علاقته الإيجارية على الشيوع؟ يعني أنا مو مالك واحد للعقار، أنا في عندي كذا مالك للعقار، في عندنا مجموعة شركاء بهذا العقار، هدول الشركاء مأجرينه لشخص ثاني مستأجر، فبدهم ينهوا العلاقة الإيجارية. هون حدد القانون أنه الأشخاص اللي بحق لهم يرفعوا دعوى إنهاء علاقة إيجارية هن اللي بيملكوا 3/4 الأسهم من هذا العقار على الأقل، يعني اللي بيملك الحصة أقل من 3/4 ما بحق له يرفع دعوى إنهاء علاقة إيجارية، فهدول الأشخاص هن اللي بيرفعوا دعوى وبعدين بيرجعوا بالحصص على البقية بعد ما تنتهي الدعوى، هن اللي بيخاصموا أو اللي بيكونوا طرف من أطراف الدعوى مع المستأجر، فهذا هو الملكية على الشيوع. بتشبه شوي حالة الورثة لما بيكون المالك متوفى وفي له ورثة، هون لو ما كان متوفى بس هو بالأساس شريك مع الآخرين بنفس هذا العقار. اليوم الجهة اللي هي مسؤولة عن تقدير القيمة المالية للأجارات، إن كان بيوت أو كان محلات، شفنا بالآونة الأخيرة يعني صار في فوضى كتير كبيرة بالأسعار. هو اليوم سؤال الشارع السوري، يعني اليوم الموظف نحن بنعرف شو راتبه، ولكن قيمة البيت وقت العرش بده يستأجره 200 150 ل 300 الف، يعني احنا ايمت كانت عندنا هاي الاجارات موجوده يعني، فمين الجهه المسؤوله عن تنظيم هاي القصه، ان كان بالمده ان كان بالماده، في فرق عم تطلع عم تقيم؟ هلا معلش خليني اقول شغله، في السؤال شوي له شقين مختلفين شوي عن بعضهم، حجاوب هيك بشكل تفصيلي ليفهموا علينا المشاهدين. ضروري اليوم اول شغله، لما نحن قلنا انه قبل ما اجي هلا شو عم يصير بالاسعار، يعني نحن لما قلنا اليوم انه في عندنا المالك لما بده ينهي علاقه ايجاريه بده يدفع 40%، طب مين بيحدد قديش قيمه هذا العقار لحتى هو يمسك هال 40% منه نسبه ويعطيها للمستاجر؟ في لجنه طبعا ترسلها المحكمه، هي اللجنه بتقيم العقار، وكان في محدد بشكل واضح بالقانون انه بتعتبر العقار ما هو مؤجر، شاغر،
فاضي بتقيمه بالسوق التجاري، يعني بقيمته نفسها. مو مثل ما كان زمان حتى كان العقار ياخذ قيمه اقل بكثير من قيمته الحقيقيه. اليوم لا، انه بتقول لك قديش بيسوى هذا العقار هلا اذا انا بدي بيعه بالسوق التجاري، يعني مثل ما متداول سعره المتداول في السوق، فبتقدر قيمه العقار تقريبا عم تكون قيمته حقيقيه. وهيك المفروض، انا برجع بقول لك انا دوري احكي القانون شو بيعمل لما بيكون في سوق تطبيق. هون احنا صار في عنا موضوع ثاني، بس القانون اجى واضح وصريح انه انا العقار بقيمه بسعره الرائج بتاريخ طلعت اللجنه، يعني اليوم طلعت اللجنه لحتى تقيم هذا العقار، فشو كان سعره بالسوق فهو هذا السعر اللي بيتني من دفع منه ال 40%. هذا الشق الاول، فهو بعد ما يتقدر بشكل يعني رسمي، مو انا بجي ولا بقول بجيب سمسار ولا تعب قد ايه بتسوى هالبيت كذا كذا، لا، في لجنة بتكتب قرارة تكلف بهذا الموضوع، بس تصدر اللجنة قرارة بتتقدر ال 40% اللي بتندفع للمستأجر. هون أقل ما يمكن غبن للطرفين. هلأ الشق الثاني اللي فهمته من حضرتك أنه نحن عنا يعني أسعار عالية جدا للإيجارات، مين اللي عم يحكم هذا الشيء؟ نحن عنا للأسف اللي عم يحكم هذا الموضوع هون ما في شيء قانوني، لأنه في عنا نحن في عنا نحن المبدأ القانوني بيقول لك العقد شريعة المتعاقدين. صحيح. بيجي واحد بيلعب يمكن إنه بيرفع سعر، فبتصير الثاني بيقول لك أنا ما بدي نزل قيمة عقاري، وبتصير القصة هيك يعني تتبع بعضها. فنحن هون نتوجه بشكل إنساني أهم من القانوني، ويا ريت يطلع قانون يحدد مثلا اللجنة تجي نفس اللجنة تقدر إنه هذا العقار ما بيسوى أكثر من هيك. بس نحن منخاطب الناس اللي عن جد عم تبيع ضميره، وخاصة بهي الظروف الصعبة اللي عم تمرق فيها الناس، إنه خفوا شوي عن الناس لأنه ما حدا ناقصه، حتى هن بجوز يكونوا متضايقين يبرروا لنفسهم، بس أنت مالك عقار ممكن تساعد شوي غيرك يساعد شوي، نوصل لتوازن بينك وبين المستأجر، تتحل هي الأزمة اللي عم نعاني منها. أكيد أستاذة رنا، يعني بختام حديثنا بدنا نشكرك أكيد، وبدنا نقول التكافل الاجتماعي هو أساس طبعاً الحفاظ. على المجتمعات، وسوريا مرقت بسنوات حرب قاسية جدا، وإذا ما كنا كلياتنا إيد واحدة مع بعض ورحيمين على بعض وبنحب بعض ما رح نقدر نتخطى أي مشكلة. القوانين لوحدة ما بتكفي، قانون المجتمع نفسه هو صحيح. هو الأساس. صحيح. فبنتشكر وجودك معنا. بقي عنا المحلات التجارية إن شاء الله بنخصص لها حلقة سابقة لأنه ضرورية يعني. كمان عم بنسأل عنها كثير. شكرا لليوم لتواجدك معنا إليك. ولا صباحك، الله يعطيك العافية، شكرا إليك.